خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم بعد كده للأنشطة الشبابية والرياضية في مصر اللي حقيقي في الفترة الأخيرة يعني أصبحت لا تنتهي وفي غاية الأهمية وبتقدم كل يوم حاجة فعلا جديدة. كل يوم يكون عندنا فعاليات واحتفاليات باليوم العالمي وكمان بأكتر من حدث، اليوم العالمي للشباب، اليوم العالمي للألعاب التقليدية، اليوم العالمي للألعاب التراثية، الأنشطة يعني دي بتخلينا نشوف إن كل الأعمار بتستمتع بالمشاركة، مفيش فعالية مثلا واحدة بتقتصر على فئة عمرية معينة، لا الكل ليه فعاليات وكل ليه يعني مشاركات مختلفة تقدر ان هي من خلالها تستمتع، تقدر من خلالها ان انت تمارس رياضة او غيره. فخلينا نروح نشوف التقرير ده عن تنظيم الاتحاد العام للرياضة للجميع مع اليونسكو احتفال بالألعاب هنا التراثية والشعبية، ودي بجد حاجة جميلة جدا ونرجع نكمل. موضوع الرياضة للجميع هو فلسفة حياة، يمكن ده اللي بينادي بيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موضوع الرياضة أمن قومي. إنما النهاردة إحنا مع شراكة مع اليونسكو أحد منظمات الأمم المتحدة المعنية بالثقافة والعلوم ومنها الرياضة، فبنعمل اليوم العالمي أو بنحتفل باليوم العالمي للألعاب التقليدية والشعبية، وإحنا شايفين المشاركين معانا بيعملوا كل الألعاب دي. دي بتفسر إزاي ممكن نعمل بعض الألعاب اللي ممكن جدا تساهم في بناء الأجسام أو تساعد على ممارسة الرياضة دون الدخول في بعض التفاصيل الخاصة بالقوانين الألعاب المركبة. إحنا مستضيفين الحدث مع اتحاد الرياضة للجميع. حضرتك شايفة إن إحنا الفترة اللي فاتت لسه مخلصين الأولمبيكس وكان فيه اهتمام كبير جدا من الدولة ومن المشاهدين ومن الجمهور بالنسبة لحدث زي الحدث الأولمبيات الفترة اللي فاتت. فإحنا عندنا الرياضة مفروض جزء لا يتجزأ من طبيعتنا كشعب، وكمفروض ان احنا عشان ننمي الفرد لازم نهتم بالرياضه. فاحنا مفروض كمنظومه كمدينه شبابيه ورياضيه بالاسمرات مفروض نهتم بالرياضه، فعشان كده كان جات لنا الفكره بتاعه ان احنا نستضيف الحدث مع اتحاد الرياضه للجميع. ليه اهميه قصوى بالنسبه للناس عشان خاطر ننشر الفكره نفسها. اهميه الحدث اولا احنا بنعرف اكتر، يعني بنحيي اللعيبه بتاعتنا اللي هم طبعا حاسس قوي ان هنا في اغلبيه الانشطه الرياضيه ان يبقى في عندنا ابطال وصلت للاولمبياد، فده حدث هايل ان احنا نعمل على شرفه اللقاء زي دوت، وان احنا نعمل ممارسه رياضيه بردك عشان احنا بردك بنقول احنا عندنا ابطال وناس كويسه جدا. يوم جميل وكلنا الحمد لله جينا بالمعاد ومارسنا الرياضة ومارسنا كذا لعبة في الرياضة، وإحنا كنا بنمارس اسم كان نادي مانو عرب الحمد لله زي الفل أهو، مشرفين المهرجان الرياضة جميع ومع الدكتور علاء والدكتور نجلاء، يعني اليوم ماشي جميل أهو. مارسنا كرة القدم، كرة طايرة، لياقة بدنية، مشينا في التراك برضو، ودي جمال الأنشطة اللي إحنا عملناها النهاردة، وكان يعني يوم جميل جدا ومبسوطين جدا صراحة. يعني حاجة تفرح جدا جدا جدا، أحسن حاجة يعتبر في مصر دلوقتي الرياضة، النشاط الرياضي دلوقتي مهم جدا بالنسبة للأمراض والأوبئة اللي موجودة بالنسبة للشباب. حلو قوي، يعني بجد هنرجع نقول تاني المبادرات اللي زي دي، وفي نفس الوقت كلام الرجل الاخيره عجبتني جدا، المشارك الاخير بيتكلم ان هي بتخلص الرياضه، بتخلص البني ادمين من الضغوطات وبتحسن الحاله المزاجيه وغيره وغيره. على فكره ده مش كلام وخلاص، دي حقيقه. يعني لو حد اتعود بس يروح الجيم او يمارس رياضه شهر هيلاقي نفسه اتعود بعد كده، هيلاقي نفسه خلاص المود بتاعه بيتظبط لما بيروح يمارس رياضه. فالموضوع والله مش صعب، بس فعلا الرياضه ليها سحر، يعني دي حقيقه، لان كمان صحتك بتتحسن، شكلك بيتحسن، مزاجك بيتحسن، بتحس ان انت بتشوف انتاج انت بتعمله. عارف لما البني ادم يحس ان هو بيعمل تغيير على ارض الواقع، انت بقى بتعمل التغيير ده على شكلك وعلى صحتك وبيبان. فبتهيالي مفيش اي شيء يعني سلبي في فكره ان الواحد يمارس رياضه او يواظب كمان عليها زي ما كنا بنتكلم. وعلى النفسيه يعني كمان وعلى النفسيه الواحد يكون اكثر هدوءا، الثقه بالنفس بتزداد. صحيح. الرؤيه للحياه بشكل والله عام بتختلف كتير. انا بتفق معاك جدا. انا عن تجربه بقى للمره الاولى في حياتي يعني على يدك، يعني كل اللي انت بتتكلمي فيه كان بالنسبه لي خيال علمي في اوقات سابقه، او انه يعني ماشي ده كلام راكور بيتقال. صح. في الظروف دي لما نيجي نتكلم عن اهميه الرياضه، لا ده الكلام ده كله مظبوط مليون في الميه. صح. حقيقي.